شكرا سيد الرئيس. انا عندي سؤال وحيد، مستغربه من تواجد تقريبا 30 وزير وكاتب دوله، ولوغ هي مش حصه حوار مع الحكومه، ما اون توكا ما قالوناش عليها اذا كان ثم حصه حوار مع الحكومه، باش نجمو نعرفوا الاسئله اللي شكون باش نوجهوها. في بالي كان على 14 سبتمبر، وخاصه ثم برشا مشاكل بالنسبه للمدارس والدخول وغيرها، دونك مش عارفه نجمو يحتمل يمشيو يخدموا على رواحهم. كان اذا كان الحوار كان مع وزير الداخليه، البلاد داخله في حيط معناتها، واحنا قاعدين 30 وزراء يتفرجوا، مش معقول معناتها. شكرا على حرصك سيدتي الكريمه على المصلحه العامه، ولكن ربي نسمع بعضنا شويه. ولكن يا سيدتي الكريمه، نحن وجهنا الدعوه للحكومه وهما حضروا الطاقم هذا، يعني ايضا انه وهذا يعني قراءه الخاصه ربما لاعطائهم اهميه لهذا الحدث، ولكن ملاحظتك وصلت ونواصلوا عملنا، والرجاء نقلل من نقاط النظام. ساعطي نقطه واحده فقط، سنفت المحذي، نسمع بعضنا. سنفت المحذي تفضل.